نعم سيد حمزة، اليوم بعد مجيء الطالبان في حكمها الثاني بعد خروج الاحتلال الأمريكي، منذ البداية كيف تعاملت الحكومة الجديدة بقيادة الطالبان مع هذا الملف؟ في حقيقة الأمر أن حكومة طالبان، الأمر الذي يميز حكومة طالبان من الحكومة السابقة أن الحكومة السابقة والمسؤولين في الحكومة السابقة هم كانوا هنا لجوب بيزنس، يعني عوائلهم كلهم كانوا في الدول الأوروبية والأمريكية، وهم كانوا يأتون مع حقيبة يعملون هنا في الوزارات والمساب العليا ويخرجون. أما طالبان فتعاملهم مع الشعب الأفغاني والحكومة تعامل آخر، هم يعتبرون أنفسهم أبناء هذا الشعب، ويعني مهما اختلفنا معهم واتفقنا معهم في بعض من الأمور لكن هم أبناء هذا الشعب. فهم يرون أن هذا العدد الكبير من المدمنين الموجودين في أفغانستان على عاتق أي حكومة تحكم أفغانستان، وهذا العدد هو ثقل وعبء ثقيل جدا على عاتق أي حكومة ومانع وساتر أمام تقدم الشعب وتقدم الدولة، بحيث يعني 3 ملايين مدمنين تشكل 10% من عدد السكان أفغانستان، عدد سكانها بين 30 مليون إلى 35 مليون، فهذا العدد عدد هائل جدا، وهذه النسبة يعني النسبة كبيرة وعالية جدا. فمنذ البداية طالبان تعاملوا وحركة طالبان تعاملت وحكومة طالبان تعاملت مع هذه القضية بحسم، بحيث من جهة الأولى قطعوا إمداد المخدرات وضربوا بيد من حديد كل شبكات الأتجار الداخلية التي تتاجر بالمخدرات، اعتقالات واسعة في صفوف التاجرين بالمخدرات والمحاربين وكذا. وبعد ذلك قضية العلاج، نرى حزما وحسما في إنشاء مراكز جديدة وتفعيل مراكز سابقة موجودة لإصلاح ولعلاج المدمنين، وإنشاء مراكز جديدة وضخمة وكبيرة بآلاف السراير، ويعني بمراكز ضخمة حقيقة ضخمة جدا نظرا للإمكانيات الموجودة عند حكومة طالبان، مستشفيات كبيرة وضخمة، حولوا بعض المباني الضخمة والكبيرة إلى مستشفيات لإصلاح ولعلاج المدمنين. وهناك يعني أمر يعني المعلومة الموجودة أن زعيم طالبان أمر وزير الداخلية أنه لابد للقضاء على والعلاج علاج هؤلاء المدمنين، حتى إذا تطلب الأمر أن 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 أن, أن يأخذ نصف ميزانية الدولة فليأخذ نصف ميزانية الدولة، وإذا تطلب الأمر أن يخصص إيرادات معدن من المعادن أو إيراد أي إيراد خاص أو جمرك من الجمارك موجودة الدولة لتخصيصها لقضية علاج المدمنين، فلتفعل الحكومة ولتفعل الوزارة ولتقوم وزارة الداخلية بتطبيق هذا الأمر. وهذا ما نراه يوميا أنهم يقتادون ويأخذون هؤلاء المدمنين ويذهبون بهم إلى مراكز الإصلاح ويعالجونهم هنا. عسى الله أن يعني آمين يفرج عن أمتنا وعن شعبنا بقيت نقطة من هذا نعم. آمين آمين آمين. دكتور حمزة، بقيت نقطة وحيدة وأختم معك بها، وهناك الحقيقة اتهامات من قبل بعض وسائل الإعلام والصحف العربية وغير العربية بأن طالبان في عهدها ازدهرت تجارة المخدرات منذ مجيئها حتى الآن، ويذكرون بعض الأرقام، وهناك من يوجه اتهامات مباشرة لبعض أفراد من قيادات طالبان بتورطها في تجارة المخدرات. كيف تقرأ هذه الاتهامات؟ يعني هذه الاتهامات على ما أعتقد أنها هي غير معقولة، بأن زراعة المخدرات لوحدها لا تكفي. المخدرات، قضية تجارة المخدرات كما قلت لها حلقات، الزراعة هي الحلقة الأولى، بعد ذلك التصنيع وبعد ذلك التهريب. إذا كانت قيادة طالبان مثلا لنفترض أنهم متورطين في زراعة المخدرات لأنهم يملكون الأرض، فإنهم لا يملكون المواد الكيميائية التي تأتي من الدول الأوروبية والأمريكية لتصنيع المخدرات، وبعد ذلك طالبان لا يملكون طائرات A30 و A50 حتى تطير بمئات الأطنان وآلاف الأطنان من هذه المخدرات كما كانت تفعل الطائرات الأمريكية سابقا. الطائرات الحربية الأمريكية هي التي تنقل، كانت تنقل هذه المخدرات من أفغانستان. كيف ازدهرت الآن
والطائرات توقفت ولا سبيل للتهريب يعني كما كان سابقا وسهلا جدا. كيف ازدهرت؟ هذا الامر يعني غير معقول بالنسبه لنا. ومن جانب اخر نحن يعني نرى اليوم نرى في قرى وقصبات ومناطق نائيه من افغانستان الناس كانوا يزرعون المخدرات، اما الان فهم يشتكون من انه كانوا يحصدون مالا اكثر من زراعه المخدرات، والان ممنوع ومعروف من طالبان حسمهم في قضايا الفرامين والاحكام التي تاتي من الاميره والزعيم. نعم، اشكركم شكرا جزيلا دكتور حمزه مؤمن حكيمي، استاذ الحقوق والعلوم السياسيه في جامعه السلام بكابل، كنت معي في هذه الحلقه من برنامج مسلمون حول العالم. مشاهدينا الكرام، نتوقف عند فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقتنا، فابقوا معنا.